كما كانت تدين بدين المسيح هداها الله سبحانه وتعالى ووفقها الله سبحانه وتعالى إلى الإسلام. جاءت اليوم لتعتنق الإسلام أمامنا وفي بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يقول: يريدون أن يطفئوا نور الله بإخوانهم والله متم نوره. هذا من إتمام نور الله سبحانه وتعالى، من إتمام نور الله سبحانه وتعالى أن يدخل هؤلاء إلى الإسلام حتى تكون هذه الأمة أمة الإسلام، هي أكثر الأمم في الدنيا ويوم القيامة إن شاء الله يا رب العالمين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقها، الله سبحانه وتعالى أن يبلغها، الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها إن شاء الله يا رب العالمين. ومن كان سببا في دخولها إلى الإسلام، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لئن يهدي الله بك رجل واحد أفضل من حمر النعم، كما قال عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى من كان سببا في دخولها إلى الإسلام أن يوفقه وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناته إن شاء الله يا رب العالمين. نبدأ على بركة الله، ننقل لهذه الأخت الشهادتين، نقول لها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، محمدًا عبده ورسوله. أعيد: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، عبده ورسوله، عبده ورسوله. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله الذي أنقذها الله سبحانه وتعالى من ديانة التي كانت تدين بها، أنقذها الله سبحانه وتعالى إلى دين الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كان من أهل الجنة إن شاء الله يا رب العالمين. صلى الله سبحانه وتعالى أن نكون وأن تكون معنا من أهل الجنة إن شاء الله يا رب العالمين. الله سبحانه وتعالى أن يوفقها فيما بقي من عمرها في دينها في الإسلام إن شاء الله يا رب العالمين، وأن تكون سبب كذلك في دخول الباقين إلى الإسلام إن شاء الله يا رب العالمين. وشكر وبارك الله فيكم. Preguntan si tengo tatuajes. ¿Cuándo tú has visto un Ferrari usando calcomanías?